فيما بعد مسائل الفدية. فيما مضى بين المصنف أركان الحج شروطه واجباته ثم مندوباته ومحرماته ما يحرم بالإحرام ثم وفدية ما يحرم ذبح شاة أو تصدق بثلاثة أصوع لستة أو صوم ثلاثة ثم ودم ترك مأمور ذبح وصوم ثلاثة قبل نهر وسبعة بوطنه وعلى مفسد نسك بوطن بدنة وطلاع الفطر فورا. نعم هكذا المصنف جعل هذه الفدية ثلاثة أقسام. الفدية ثلاثة أقسام ثم بينا ما هي في كل قسم. ثلاثة أقسام يعني ما يحرم بالإحرام، فدية ما يحرم بالإحرام، وكذلك فدية الترك مأمور هذا هو الثاني، ثم بعد ذلك كفارة إفساد الصوم بالجماع بالوطئ. هكذا ثلاثة أقسام. فدية ما يحرم، فدية ارتكاب واحد مما يحرم، وفدية ارتكاب واحد مما يحرم بالإحرام غير الجماع. الجماع إذا حرام، لكن جماع هو مستثنى من هذا القسم لأنه أغلب. ستأتي فديته، فدية إفساد الصوم بالجماع، لذلك قال غير الجماع. ما هي الفدية؟ ذبح شاة. هنا يعني أمور خصال ثلاثة، التخير بين هذه الثلاثة، إما ذبح شاة أو تصدق بثلاثة أصوع لستة أو صوم أيام ثلاثة. نعم هذا مخير بينه، هذا التخير ليس فيما يأتي، فيما يأتي يكون هذا يعني الترتيب. هذا ما هي صفة الشاة؟ ذبح شاة هكذا قال، ثم يبين صفة هذه الشاة مجزئة في الأضحية. ما هي المجزية في الأضحية؟ هذه ستأتي في باب الأضحية بعد هذا الباب. بين المصنف يعني مسائل الأضحية واللقيطة، هناك يبين ثم جزعة ضئن أو سنية معز، ثم بين سائر الأوصاف. نعم الظاهر من هذا ذبح شاة يعني شاة معينة، لكن ليس كذلك. أو سبع بدنة أو بقرة هكذا، ذبح شاة أو في سبع بدنة يعني إبل ناقة أو سبع بقرة أيضا كما في الأضحية. يعني ما يجزي في الأضحية يجزي هنا أيضا. وتمليكها لثلاثة فأكثر فقراء أو مساكين بالحرم، هكذا ذكر في التوراة. فإذا ذبح شاة ثم بعد الذبح ماذا يفعل بهذا اللحم؟ يعني يوزع على فقراء الحرم، هذا واجب في كل فدية، هذا واجب. هذه مال خاصة بفقراء الحرم، لأجل ذلك يجب تصدقها على فقراء الحرم، فقراء المساكين. فقراء الحرم ليس معناه متوطنين بالحرم، بل الحاضرون في الحرم، ممكن هم غرباء جاءوا إلى الحرم، هذا يكفي. فإذا لا يجوز له إخراج هذا اللحم من الحرم، بل يتصدق عليه، هذا خاص، هذا هو مذهبنا. وهي يعتبر هناك على الأقل ثلاثة كما في الزكاة. ثم وهي جزعة لين أو ثنية معز. ما هي الشاة المجزية في الأضحية؟ إما جزعة لين، جزعة لين أو ثنية معز. جزعة سيأتي يعني ما له سنة
أو سقط عن سنوها كما سيد ما سقط سنوها يعني لم يتم سنتان بل سقط سنوها قبله هذا ثانية ما لا يعني جزاك الله دلين يعني سنة واحدة نعم قبل تمام سنة واحدة سقط سنها أو يعني كمل لها سنة ثانية ما يعني كمل لها سنتان ما لها سنتان أو تصدقكم بثلاثة أعصر بستة ما هكذا ذبور شاطة أو زبور بدنة أو زبور بقرة بصفات الألوهية أو يتصدقوا بثلاثة أعصر لمن لستة من مساكين الحرم الشاملين للفقراء لكل واحد نصف صاع هكذا واجب إذا لا يجب لا يجوز يعني لفقير واحد زيادة على نصف صاع ولا تقليل من نصف صاع بل لكل نصف صاع نصف صاع هكذا ستة ثلاثة أصابع صاع واحد وأربعة أمداد نصف ساعة مدان مدان لكل هذا بأي شيء هذا يتصدق يتصدق يعني من قوت البلد التصدق من غالب قوت البلد نعم كما في الزكاة بعده أو صوم صوم أيام ثلاثة فمرتكب المحرم مخير بالفدية بين الثلاثة المذكورة فمرتكب المحرم هذا التفريع جاء بناء على قوله أو ذبح شاة أو تصدق أو صوم لماذا صار مخيرا هكذا يعني ورد في الآية للتخيير ورد ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هكذا قال الله تعالى في الآية فمن كان منكم مريضا أو به على رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا جرى الفقهاء على ظاهر هذه الآية لذلك صار هذا هنا مخير ثم فروع لو فعل شيئا من المحرمات ناسيا او جاهلا بتحريمه وجبت الفدية ان كان اتلافا كحلق شعر وقلم ظفر وقتل صيد ولا تجب ان كان تمتعا كلبس وتطيب هذا مسألة بالنسبة الى وجوب الفدية أين في ارتكاب المحرمات ناسيا أو جاهلا هذا الذي ولو فعل شيئا من المحرمات كيف فعل إما ناسيا هو نسي الإحرام أو جاهلا ثم يعني هو ما كان يعلم أن هذا حرام بالإحرام جاهلا بتحريمه وجبت الفدية متى يجب الفدية إن كان هذا المحرم شيء من المحرم لو كان اتلافا لشيء مثاله حلق شعر هو هذا من قسم الاتلاف او قلم ظفر او قتل صيد صاد حيوان يحرم عليه كما سبق وعندئذ تجب الفدية لكن بسبب النسيان والجهل لا يلزم فقط ولا تجب إن كان تمتعا ليس هذا الشيء المحرم ائتلافا بل هو تمتع هو تمتع به هكذا قسمان في محرمات الإحرام التطيب ولبس المحيط والمخيط وهذا كل من أنواع التمتع لو لبس هكذا مثلا رجل نسي الإحرام ثم بعد ذلك لبس القميص رجل أو امرأة يعني سترت وجهها أو يعني هما تطيبا هكذا عندئذ لا تجب الفدية والواجب في إزالة ثلاث شعرات أو أظفار
بلاءً باتحاد زمان ومكان فدية كاملة عرفا مكان عرفا فدية كاملة وفي واحدة مد طعام وفي سنتين مداني. نعم هذا تفصيل في الفدية، هذا فيما سبق ذكرنا فدية ما يحرم يعني ذبح شاة أو تصدق بثلاثة أسع أو صوم ثلاثة أيام. نعم لكن هنا في إزالة الشعرات بالأظفار تفصيل لا يجب هذا الدم، يعني هذا الدم السابق لا يجب في جميع الحالات، بل في بعض الأحيان يجب هكذا فدية كاملة يعني ذبح شاة أو هذا تصدق بستة أسع ثلاثة أسع أو يعني صوم ثلاثة أيام، لكن في بعض الأحيان يجب مد واحد فقط أو في بعض الأحيان يجب مدان، هكذا تفصيل هذا الذي يبين. والواجب في إزالة ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار كيف أزال ولاء، ما معنى الولاء؟ باتحاد زمان ومكان عرفا، هذا الاتحاد يعتبر في العرف، هو أزال ثلاثا من شعراته في زمن واحد كذلك في مكان واحد يجب في دية كاملة. وفي فإذا لو لم يكن هناك ولاء بل هكذا يعني بدون الموالاة بل بالاختلاف، يعني ليس هناك اتحاد زمان ومكان فإذا لا تجب هناك فدية كاملة. وفي واحدة مد طعام يعني إزالة واحدة من شعرات أو أظفار، أزال شعرة واحدة أو ظفرا واحدا يجب مد طعام فقط، هذا هو فدية. يعني في اثنتين أزال شعرتين أو ظفرين يجب مدان. هنا ذكر يعني ثلاث شعرات أو أظفار، فإذا لو كان أزال بعد ثلاثة أشعار شعرات أو بعد يعني ثلاثة أظفار هناك أيضا يجب هذا لو كان بولاء باتحاد زمان ومكان عرفا. ذكر في الطفا في إزالة ثلاث شعرات أو أظفار أو بعل أو بعل من كل منهما أو بعل من كل منهما. نعم بلا اتحاد زمان ومكان عرفا، ما معنى اتحاد زمان ومكان؟ مكان هل هو مكان الشعر أو مكان الظفر أو مكان الإزالة؟ مكان المراد به مكان الإزالة أي محل الإزالة لا محل الشعر المزالي، فإنه لا يشترط أن يكون من الرأس وحده مثلا ثم من الرأس مثلا، بل أزال شعرة من الرأس وشعرة من اللبط وشعرة من بقية الجسد يلزمه دم إذا اتحد زمان الإزالة ومكانها. فإذا هذا مكان معناه مكان إزالة الشعر بل ليس معناه مكان الشعر. كيف يكون هذا الاتحاد عرفا؟ والمراد باتحاد الزمان وقوع الفعل على الاخر المعتاد والا فالاتحاد ويمكن تصويره. والمراد باتحاد المكان يعني ان يكون المكان الذي ازال الشعر فيه واحدا. نعم فاذا بالنسبه الى الزمن ممكن يتعدد اما قرب الفصل، اما المكان لا يتعدد، يعني مكان كونه اتحاد المكان هذا اتحاد المكان واحد لا يتعدد. فإذا لو اختلف محل الإزالة وزمنها ماذا يجب؟ فإنه يجب في كل شعرة مد هكذا، فإذا في مكان هو أزال ثم في مكان آخر أزال
ثم في مكان ثالث أزاله، فإذا هناك أزاله ثلاث شعرات، لكن ليس هناك اتحاد المكان، لذلك لا يجب يعني هذا فدية كاملة، بل يجب ثلاثة أمداد. فإذا ممكن هناك يتعدد المدة، لا يجب فدية كاملة، مثلا هو أزال 10 شعرات في أماكن 10 أو في أوقات 10، عندئذ لا يجب فدية. نعم. دم ترك مأمور، هذا القسم الثاني، دم ترك مأمور ذبح ذبح. صوم ثلاثة قابل ناحر وسبعة وسبعة بوطنه، هذا هو. فإذا لو ترك واجب من الواجبات، هذا مأمور، المأمور الذي يجبر بالدم، هذا واجبات الحج. فإذا ترك واجبا من واجبات الحج، مثاله كإحرام من الميقات، يعني هو لم يحرم من الميقات بل تجاوز الميقات بدون إحرام، ثم لم يرجع إلى الميقات للإحرام كما سبق. لو رجع إلى الميقات لأجل الإحرام لا يجب عليه الدم. نعم. ومبيت بمزدلفة ومنى ورمي الأحجار، يعني رمي الأحجار يعني رمي الجمرات، وطواف الوداع، يعني كل هذا من واجبات الحج، لو ترك واحد من هذا يجب ذبحه. كدم التمتع والقران، ثم هذا دم ترك مأمور كدم التمتع والقران، كل هذا دم واحد. نعم. فإذا كدم التمتع والقران هذا نظير سبق أن بينا، يجب على المتمتع والقارن دم. ماذا كدم؟ هذا هو. نعم. يعني ليس دم التمتع والقران يعني ليس نظير الفدية القسم الأولى، القسم الأول ذبح شاة أو تصدق بثلاثة أصناف لستة أو صوم ثلاثة أيام، ليس ذاك معنى الدم الذي يجب في التمتع والقران، بل الدم الذي يجب في التمتع والقران هذا من قسم دم ترك المأمورات، يعني ما ذبح شاة تجزي في الألوهية، فإن عجز عنه ماذا يفعل؟ صوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم. نعم. هذا على الترتيب، أما الأول على التأخير، هكذا فرق. ذبح أي ذبح شاة تجزئ ألوهية، أين يذبح؟ في الحرم. هذا في الحرم ذكر هنا فقط، أما فيما مضى لم يذكر يعني في الحرم، بل فيما مضى هو يعني أطلق ذبح شاة مجزية في الأضحية في الأضحية وهي جذعة لين أو ثنية معز. ذكر هناك يعني عندما يتصدق بثلاثة أصبع يتصدق لستة من مساكين الحرم الشامل للفقراء، هكذا ذكر يعني التصدق لفقراء الحرم، أما الذبح لم يذكر هناك. فإذا هذا ظاهره يقتضي أن الحرم ليس قيدا في جميع القسم الأول، لكن ليس كذلك، بل في جميع الدماء هذا خاص. هناك كتب صاحب حاشية الترشيح: لا خصوصية لدماء هذا القسم بالحرم، بل سائر الدماء كذلك، فلا يجزئ شيء منها في غيره. الدم قسم الأول، دم قسم الثاني، كذلك دم قسم الثالث أيضا سيأتي، يعني هذا السادس. نعم. هناك يجب بدنة، وذاك البدنة أيضا يجب ذبحها
في الحرمين. فالواجب على العاجز عن الذبح فيه ولو لغيبة ماله، وإن وجد من يقرضه أو وجده بأكثر من ثمن المثل. يعني الواجب على العاجز هنا بالفاء على الترتيب، لو كان عاجزا عن الذبح فيجب على صوم عشرة أيام. نعم. كيف يعجز عن الذبح فيه؟ فيه معناه في الحرم. فإذا هو عاجز عن الذبح في الحرم، ممكن هو قادر على الذبح خارج الحرم، فإذا هل يذبح خارج الحرم؟ لا يذبح، لا يذبح خارج الحرم، الذبح خارج الحرم لا يجزي، بل هو يصوم عشرة أيام. نعم. ثم هذا العجز إما يكون حقيقة أو حسا، هذا لغيبة ماله، ليس في الحرم عنده مال بل ماله في بلده، فإذا يكون العجز حقيقة، أو إن وجد من يقرضه أو وجده بأكثر من ثمن المثل، هو يجد يعني الشاة في الحرم عنده مال، لكن هو كيف يجد بأكثر من ثمن المثل؟ فإذا هذا عاجز شرعا ليس حقيقة، كل هذا داخل صوم أيام ثلاثة فورا بعد إحرام وقبل يوم آخر ولو مسافرا، فلا يجوز تأخير شيء منها عنه لأنها تصير قضاء، ولا تقديمه على الإحرام بالحج للآية. ذكر الله تعالى هذا حكم هذا أيضا في الآية صوم ثلاثة وسبعة، ويلزمه أيضا صوم سبعة بوطنه، هكذا عشرة. فإذا ثلاثة فورا يجب فورا، ثم متى يبدأ وقته؟ بعد الإحرام يصوم وقبل يوم آخر. هذا في بعض الأحيان يتحذر، ممكن هو أحرم بالحج حجي من غير ميقات، مثلا هو تجاوز الميقات بدون إحرام، أحرم في التاسع ذي الحجة، نهار التاسع ذي الحجة هو أحرم، لكن ترك الإحرام بالميقات، فإذا وجب عليه هذا الدم، وهو لا يقدر على الذبح، فإذا ما يقبل، ليس هناك قبل يوم النهر ثلاثة أيام. لذلك هذا يعني أن يكون قبل يوم النهر لو أمكن، هذا قبل يوم النهر بعد الإحرام، هذا معنى الفورية. ثم إن محل ما ذكر إذا أحرم في زمن يسعها قبل يوم النهر، فإن لم يسع إلا بعدها وجب. فإذا لو أحرم في اليوم الثامن مثلا، فإذا هناك يستطيع أن يصوم يوم واحد فقط، يوم عرفة يعني قبل النهر، فإذا هذا يوم واحد واجب وباقي يؤخر. نعم. إذا ما معنى قبله؟ يعني هذا يكون أداء، لو أخره يكون قضاء، فإذا لو كان بدون عذر يصوم، لو كان بعذر لا يصوم. عذر ماذا؟ إما عدم طاقته لصوم، هو رجل تعبان، على هكذا يعني أحرم متأخرا، هل يجب عليه تقديم الإحرام في هذه المسألة حتى يلزمه صومها على المنقول الذي اعتمده؟ لأن تحصيل سبب الواجب لا يجب، فمن جعل هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب فقد وهم، هكذا ذكر في التحفة. فإذا لا يجب عليه تقديم الإحرام حتى يسعى أن يصوم ثلاثة أيام قبل يوم النهر يوم العيد، هذا ليس بواجب، لو أحرم هكذا يجب. فإذا في بعض الأحيان يكون متضيقا، مثلا هذا رجل يعني هو أحرم بالحج في شهر شوال،
تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم بالحج في شهر شوال. فإذا هل يجب عليه الفور؟ يعني بمعنى لا يؤخر هذه الصيام 3 أيام إلى ذي القعدة أو إلى أوائل ذي الحجة؟ هذا ليس مراده، بل مراد الفورية أن يكون هذه صوم 3 أيام، صوم 3 أيام أن يكون قبل يوم النحر فقط، هذا هو معنى الفورية. فإذا رجل أحرم في شوال وترك واجبا من واجبات الحج ثم أخر صوم هذه الثلاثة إلى أوائل ذي الحجة، يعني هو صام في أول والثاني والثالث ذي الحجة، هل يسم بسبب التأخير؟ لا يسم بسبب التأخير، نعم. ولو مسا وقبل يوم نحرين، ولو مسافرا. فإذا السفر ليس هنا عذرا في أداء هذه الثلاثة، بل يجب صومها فيه حيث لا ضرر، هكذا. هذا هنا في الأداء، أما في القضاء ليس يعني يعتبر عذرا. السفر لا يعتبر عذرا في أداء هذه الصيام، بخلاف رمضان. في أداء صيام رمضان يعتبر السفر عذرا، وهنا لا يعتبر عذرا. فلا يجوز تأخير شيء منها، يعني من هذه الثلاثة، عنه عن يوم النحر. أن يوم النحر معناه أن يوم النحر وأيام التشريق. في هذه الأيام لا يجوز له الصوم. إذن لو حضر يوم النحر ثم يصوم بعد أيام التشريق، هذا ليس بجائز لو لم يكن عذرا، لأنها تصير قضاء. هكذا لو أخر صار قضاء، بعد ذلك هو يصوم بنية القضاء. ولا تقديمه على الإحرام بالحج لله. إذن شرط هذا الصوم أن يكون محرما. شرط هذا الصوم أن يكون محرما، لذلك قال لا يجوز تقديم هذا الصوم على الإحرام، بل يصوم بعد الإحرام، يعني يصوم محرما. ثم ويلزمه أيضا صوم 7 أيام، 7 أين بوطنه، أي إذا رجع إلى أهله. أي إذا رجع إلى أهله معنى هذا معنى الوطن، تفسير للوطن. هذا الرجوع ليس قيدا، وكذلك الوطن السابق أيضا ليس قيدا. ممكن هو بعد الحج توطن بمكة، اتخذ مكة وطنه، أو هو ذهب إلى بلد آخر، ما رجع إلى بلده الأول، توطن في هذا البلد الجديد، فإذا أين يصوم في ذلك الوطن؟ ولو بمكة، هكذا ذكر في التوراة. ويسن تواليها، توالي يعني السبعة وكذلك الثلاثة كالثلاثة. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. نعم. هنا ذكر بالفاء، الله تعالى ذكر هذا الحكم بالفاء، لذلك هنا صار الترتيب فصيام 3 أيام. نعم. ثم النوع الثالث يذكر: ويجب على مفسد نسك من حج أو عمرة بوطئ بدنة. فإذا دم إفساد الحج والعمرة بالوطئ ما هو؟ هو بدنة. ويجب على مفسد نسك، هذا مفسد نسك هكذا قال. ما معنى مفسد نسك؟ يعني ليس كل وطئ يفسد الحج والعمرة كما ذكرنا، ذكرنا هناك شروط أن يكون عالما، عامدا. فإذا لو تخلل شرط من شروط هذا الإفساد لا يجب. ثم هنا النسك يعني عام من حج أو عمرة، وهنا إذن يجب الفور،
هنا وكذلك يجب في كل فدية الفور، ينبغي أن يكون فورا ككل فدية تعدى بسببها. إذن ارتكاب محرم أو ترك واجب من واجبات الحج أو إفساد الحج بالوطي كل هذا يتعدى بسببه، يجب الفور في كل حال. نعم. وبدنة، هذه بدنة بصفة الأضحية، فإذا ليس هذا شاة ولا بقرة بل بدنة. وإن كان النسك نفلا، ذكر مفسد نسك، لا يجب أو لا يشترط لوجوب البدنة أن يكون النسك فرلا بل لو كان نفلا أيضا يجب. نعم. والبدنة المرادة هنا المرادة الواحد من الإبل ذكرا كان أو أنثى. لما بين المراد من البدنة، البدنة تطلق على البقرة وعلى الشاة لغة، تطلق على البقرة وقد تطلق على الشاة. فإذا في قول الفقهاء ما بين البدنة هذا الذي بينه. والبدنة ليس هنا فقط بل حيث أطلقت في كتب الحديث أو الفقه المراد منها البعير ذكرا كان أو أنثى، هكذا ذكر في النهاية والمغني. نعم. نقل عنهما الشروان. فإذا المرادة ليس في هذا الباب فقط بل في جميع أبواب الفقه وكذلك في كتب الحديث، أما عند اللغة تطلق على البقرة والشاة جميعا ذكرا كان أو أنثى. نعم. يقول فإن عجز عن البدنة فبقرة. نعم. عند العجز ينتقل إلى البقرة. فإن عجز عنها، فإذا لو عجز عن البقرة إذا هذا عجز يعني شرعا أو حسا، ليس في الحرم هكذا بدنة لم يجد بل يتوافر هناك البقرة، أو لا يوجد بقرة إلا بل يوجد يعني شياه موجودة، فإذا فصبوا شياه. نعم. لو لم يجد شياه إلا يعني لا يوجد شياه، ماذا يفعل؟ هل بعده شيء؟ نعم بعده شيء. هذا الذي يقول ثم يقوم البدنة ويتصدق بقيمتها طعاما. هذا مرحلة. ثم بعده ثم يصوم عن كل مد يوما. بدنة ثم بقرة ثم سبع شياه. فإذا هنا إذا الترتيب في جميع القسم الأول فقط التخير. نعم. تقويم البدنة. فإذا لا يكفي تقويم البقرة أو الشياه. نعم. فإذا هذا الأمر الثالث سبع شياه. ثم يقوم البدنة ويتصدق بقيمتها طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما. فإذا كلمة ثم هنا للعجز لبيان مراتب خصال كفارة إفساد النسك بوطين. أولا بدنة ثم إن عجز عنها بقرة، إن عجز عنها سبع شياه، ثم تقويم البدنة. فإذا لا يكفي تقويم البقرة أو الشياه، ممكن يختلف القيم. فإذا لا يكفي هذا تقويم البقرة أو الشياه لأن هذا الأصل البدنة، لذلك يجب تقويم البدنة. فإذا عند التقويم بأي قيمة تقوم، هناك احتمالات. بالسعر مكة في غالب الأحوال على ما نقله ابن الرفع عن النص وغيره، هكذا نص يعني يعتبر غالب أحوال مكة بهذه القيمة، أو حين الوجوب على ما قاله جم متأخر، هذا قولنا. عند الوجود كم كان قيمة البدنة بمكة؟ هذا الذي عندنا. أو
وأوجه منهما اعتبار حالة الأعداء. هكذا رأيان نص، كذلك رأي قول جم متأخرين. وما ذلك ما رجحه ابن حجر رحمه الله في التحفة ليس كلاهما، بل أوجه منهما اعتبار حالة الأداء. فإذا ينظر كم قيمة البدنة عند إرادة الأداء. ثم يتصدق بقيمتها. كيف يتصدق بقيمتها؟ هل يتصدق بقيمتها يعني ثمنا ذهبا أو فضة هكذا؟ مالا لا يتصدق بقيمتها مالا، بل يتصدق بقيمتها طعاما. يعني ينظر كم قيمة. مثلا 50,000 روبية أو يعني 50,000 روبية أو دينار هكذا. فإذا يشتري بها طعاما ثم يتصدق بالطعام لا يتصدق بالقيمة. لذلك قال يتصدق بقيمتها طعاما. على من يتصدق؟ أي على مساكين الحرم، كما ذكر في الدم المالي. التصدق على مساكين الحرم، كل هذا خاص بمساكين الحرم. إذن أقل ما يجزي أن يدفع الواجب إلى 3 أين قدرا. يجب على الأقل التصدق على 3. فإذن لا يكفي أن يعطى الكل إلى فقير واحد كما يجوز في فدية الصوم، وهنا هذا لا يجوز، بل يجب التصدق على 3 على الأقل. طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما. ثم يصوم يعني ثم إن عجز عن تصدق بقيمة البدنة طعاما. لما عجز؟ هذا يحس أنه شرعا عجز وليس عنده مال، أو يجد مال لكن هو يجد هذا الطعام بأكثر من ثمن المثل. هكذا عندئذ يصوم عن كل مد صوما. عندئذ هو ينظر يعني كم قيمة البدنة ثم كم مد يشترى بهذه القيمة، ثم بعد ذلك يحسب هذه الأمداد كم. وكان يعني 60 مدا هو يصوم 60 يوما، أو 40 مدا يصوم 40 يوما. فإذا لو كان يعني كسر مد هذا يكمل المنكسر. هكذا لو كان هناك في الأخير كسر مد لم يتم مد، فإذا يكمل. ولا يجب شيء على المرأة بل تلزم. وهذا مفسد نسك بوطن. وهذا رجل وطي امرأة أفسد صومه. فإذا ماذا يجب على الموطوة؟ هل يجب على الموطوة شيء؟ لا يجب على الموطوة شيء. هذا الذي قال ولا يجب شيء على المرأة بل تلزم تكون آثمة فقط. ثم في هذا خلاف، هذا الذي ذكره يعني الخطيب والجمال الرملي، لا يجب شيء على المرأة مطلقا بلا تفصيل، هذا معتمد الخطيب والجمال الرملي. أما ابن حجر رحمه الله فقد فصل، عنده تفصيل. يعني لو كانت الموطوة هي المحرمة فقط، فإذا هذا الواطئ ليس محرما. الواطئ ما كان محرما بل المرأة فقط، هذا صورة يجب عليها. فكذلك يعني ذكر في الحاشية بعض الصور، فيما إذا زنى المحرم بمحرمة أو وطئها بشبهة مع استجماعها شروط الكفارة السابقة. فإذا يجب على الواطئ والموطوة، هذا صورة. فإذا هكذا في المرأة تفصيل عند ابن حجر رحمه الله، لكن ما ذكر المصنف هنا هو ترجيح محمد رملي والخطيب. ثم وعلم من قولي بمفسد نسك،
يجب على مفسد نسك بوطئ من تعبيره مفسد ماذا علم أنه يبطل بوطئ الحج يبطل لماذا علم أنه يبطل هذا الفساد والبطلان كلاهما واحد في الشرع لأجل ذلك علم ثم ومع ذلك ومع ذلك يجب مضي في فاسده لأجل ذكر ذلك هو وطأ بقوله قدم بقوله وعلم من قوله بمفسد مسكن أنه يبطل ببطن ومع ذلك يجب مضي في فاسده يعني كما يجب في الصوم الإمساك مثلا رجل أفطر صومه بلا عذر فإذا يجب عليه إمساك بقية يومه كذلك هنا أيضا يجب المضي في فاسده وهو يكمل هذا الحج الفاسد يمضي عليه وبعد ذلك يعني يجب القضاء وقضاء فورا فإذا لو أفسد نسكا بوطين يجب بدنة وكذلك المضي في فاسده وقضاء فورا فإذا لو أفسد القضاء هل يجب عليه؟ فإن أفسده والقضاء لم يقضه بل الأول إذ المقضي واحد فإذا هكذا أولا أفسد يعني نسكه ثم هو بدأ في حج القضاء يعني قضاء العمرة وقضاء الحج ثم أفسد هذا الثاني فإذا هل يجب عليه قضاء هذا الثاني؟ لا يجب عليه قضاء هذا الثاني بل يجب عليه قضاء الأول فقط إذ المقضي واحد وصف ذلك بالقضاء مع أن النسك لا آخر لوقته لأن المراد به القضاء اللغوي قضاء فورا وإن كان نسكه نفلا لأنه وإن كان وقته موسعا تضيق عليه بالشروع فيه والنفل من ذلك يسير بالشروع فيه فرضا أي واجبا للتمام كالفرض بخلاف غيره من النفل إذا لو كان النسك نفلا يجب عليه قضاؤه فورا لأنه فإذا هناك يعني شبهة ثانية هذا الحج واجب موسع ثم لماذا وجب عليه القضاء فورا هذا بسبب إفساده وكذلك شبهة أخرى هذا كيف يجب القضاء قضاء النسك النفلي النسك النفلي أصلا لا يجب ثم لماذا صار واجب القضاء أجاب عن هاتين شبهتين أولا قال لأنه إن كان وقته موسعا لكن تضيق عليه بالشروع فيه لأجل ذلك صار هذا واجب مضيق فحينما قضاه يجب عليه القضاء حينما أفسده يجب عليه القضاء ثم هذا النفل من ذلك يعني النفل من النسك ذاتهن على قوله على اسم أنه لأن النفل يكون المعنى هكذا لأن النفل من ذلك يعني من النسك من الحج والعمرة يسير بالشروع فيه فرضا فيجب القضاء أي واجب الإتمام معنى الفرض يعني واجب الإتمام كالفرض بخلاف غيره كالفرض من النسك بخلاف غير النسك غيره يعني غير النسك من النفل هذا كما سبق كيف يكون نسكه نفلا هذا لو كان من صبي او قن هكذا فقط اما من البالغ لا يكون هذا نفلا لو شرع يكون قضاء فورا هذا في العمرة الفورية يعني ظاهر لو أفسد عمرته يجب عليه قضاء فورا هذا الفورية ظاهر أما بالنسبة إلى الحج ما معنى الفور
فور معناه لو لم لو لم يتمكن في نفس العام يقضيه في العام الاتي واجبا لا يؤخر عن العام الاتي. فاذا كيف يمكن ان في نفس العام؟ ممكن هو افسد يعني قبل فوات وقت الوقوف بعرفه ثم بعد ذلك تعذر المضي. تعذر المضي هذا مضي واجب. فاذا تعذر عليه هذا المضي اما لاحسار او غيره فاذا تحلل ثم زال اي شيء هذا التعذر يعني السبب قد زال والوقت باق هكذا يمكن في نفس العام. لو كان يمكن هكذا يجب عليه في نفس العام او الا في العام الاتي. ثم تتمة الحج في العام الآتي لا يتيسر من الممكن أن تستقل الأعداد المعينة. هذا يعتبر هناك يعني هذا ليس تقصير منه. يعني لو لم يكن هناك يعني مسامحة من جانب الحكومة فلا بأس. هذا يجب عليه يعني هذه الاستطاعة لا تعتبر هنا يعني بسبب أنه أفسد لأجل ذلك يكلف بتحصيل الاستطاعة. أما لو لم يعني يسمح بل يعني كأنه يعني حصار محصر. ثم تتمة يسن لقاصد مكة وللحاج آكد أن يهدي شيئا من النعم يسوقه من بلده وإلا فيشتريه من الطريق ثم من مكة ثم من عرفة ثم من منى وكونه سمينا حسنا. فإذا هذا مسألة سنة الهدي. نعم ذكر يسن لقاصد مكة وللحاج عقدوا. فإذا هذا الهدي أو سوق الهدي سنة لكل من قصد مكة سواء قصد لحج لنسك أو لأمر آخر. ممكن هو يذهب لزيارة أقاربه بمكة أو لعمل تجارة أو يعني عمل آخر هكذا قصد مؤكد يسن له أيضا. أما للحاج هذا مؤكد أن يهدي شيئا من النعم. نعم هذا بدنة أو بقرة أو يعني شاة. نعم فيه هذه الأقسام الثلاثة يسوقه من بلده هذا هو الأفضل وإلا فيشتريه من الطريق ثم من مكة يعني لو لم يشتري من الطريق يشتري من مكة ثم يذهب به إلى يعني منى يذبح هناك ثم إلا أن من عرفة يشتري من عرفة وإلا يشتري من منى. وكونه سمينا يعني كون الهدي سمينا يسن كونه سمينا هذا عطفنا على قوله أن يهدي. فإذا يكون معنا يسن كونه سمينا حسنا. نعم ليس حزيلا. تمت مسائل الحج النسكي.